مرحبا بكم متابعينا الأوفياء في كل مكان. نجدد بكم اللقاء في هذا البث المباشر من كورنيش مدينة أكادير. بطبيعة الحال دائما كما عودناكم كنحاول أن نقربكم مجموعة من الأماكن التي يرتادها المواطنين وساكنة المدينة. فكورنيش المدينة كما كتشوفوا نوعا ما ممتلئ بمجموعة من الزوار سواء من ساكنة المدينة وأيضا من زوار مدينة أكادير. كما كتشوفوا الكل يستمتع بجمالية وسحر هذا المكان. فكورنيش المدينة يستهوي العديد من الزوار خاصة ساكنة المناطق المجاورة لمدينة أكادير وأيضا ساكنة المدينة التي تخرج للاستمتاع بالأجواء الليلية. توفير مجموعة من وسائل الترفيه وأيضا وسائل النقل مثل هذه العربات المجهورة بالأحصنة التي أصبحت تضفي جمالية خاصة على مدينة أكادير وأيضا على كورنيش المدينة وتستقطب العديد من السياح سواء السياحة الداخلية وأيضا السياحة الأجنبية. لكن ربما المدينة بدأت تستعيد البريق ديالها والتوهج ديالها من خلال مجموعة من الإصلاحات اللي كتقام على مستوى المنطقة السياحية وأيضا على مستوى الشريط الساحلي للمدينة. هادشي كله وهذه المعطيات كلها غادي تخلي مدينة أكادير باش أنها تكون قبلة وتكون مزار عالمي لطبيعة الحال السياح من كل حد وصوب كما عودتنا مدينة أكادير بأنها وجهة سياحية بامتياز. فكورنيش المدينة مكان هادي مكان جميل مكان ساحر ومكان أخاذ خاصة في الفترة الليلية. كما تشوفوا كنرصد لكم خلال الأجواء الليلية هنا في كورنيش المدينة. نتشكر معنا من خلال يعني هذا البث المباشر فتحية المدينة وهذه الأجواء الليلية الرائعة هنا في كورنيش المدينة كما تشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر فتحية كيف استقبلتم وربما أيضا حتى الخبر المفيد الخبر الذي أدلج صدور كل المغاربة من طنجة إلى البويرة بعد أن زف الملك محمد السادس نصر الله خبر احتضان المغرب لكأس العالم 2030 رفقة كل من إسبانيا والبرتغال. ربما خبر أسعد قلوب المغاربة كبار وصغار ونساء وشباب وشياب الكل فرحة لهذا الخبر الذي انتظرناه لسنوات عديدة. تحية لكم وتحية لمحمد من ميلانو. شكرا لك محمد.
لكل المتابعين الأوفياء. باستثناء أنتم كتشوفوا الأجواء الليلية هنا بكورنيش المدينة، فتحية لكل المتابعين الأوفياء. في الراس واحد.